مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين، عسى الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ويغفر لنا ولكم إنه سميع مجيب. حياكم الله في حلقة جديدة من أتحداك في نص ساعة. في القرن 21 الإنسان دفع ثمن التقدم والحضارة من صحته، دفعه بسبب العديد من الأمراض التي أصيب بها بسبب سلوكياته وممارساته اليومية، سواء الغذائية أو الرياضية. لكن هل يستطيع الإنسان أن يغير من هذا الواقع؟ تابعونا. الخطوة الأولى مشاهدي الكرام كما تعودنا دائما أنه نبحث عن المتحدي. الآن إحنا في صنعاء القديمة في باب اليمن زي ما أنتم شايفين، وحنبدأ رحلة البحث عن المتحدي في هذه الحلقة. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ الحمد لله. من الذي صارع النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم صل وسلم وبارك. واحد صحابي هو أسلم عام الفتح وتوفي في خلافة معاوية رضي الله عنه. هذا الرجل قبل أن يسلم تحدى النبي عليه الصلاة والسلام في مصارعة، وصارعه النبي وصرعه مرتين. من هو؟ تعرف اسمه؟ الشغلة فيها 100,000. ما فيش خيارات. مالك 100,000 ريال معاك. حياك الله. نتحداك عليها في نص ساعة. ايه. من الذي صارع النبي عليه الصلاة والسلام؟ صارع لعب معه مصارعة تحدى وصارع النبي مرتين. والله ما نعرف. 100,000 معك نص ساعة. والله ما نعرف. يعطيك العافية. يلا مع السلامة. هنستمر مشاهدي الكرام. أجيلك. تعال. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير. صباح النور عافية. كيف الحال؟ الله يكرمك. الحمد لله توم. أتحداك أنا في نص ساعة. تفضل. عندنا تحدي، لكن قبل التحدي في سؤال. إذا جاوبت على السؤال دخلنا على التحدي، ومن 100,000 اللي معي يمكن تصير لك. شو رأيك؟ إن شاء الله. تفضل. طيب. صحابي أسلم عام الفتح. صحابي أسلم عام الفتح. عام الفتح. وتوفي في خلافة معاوية رضي الله عنه، قبل أن يسلم تحدى النبي عليه الصلاة والسلام في مصارعة وصرعه النبي مرتين، وكان يعتبر من أشد العرب في لعبة المصارعة. من هو هذا الصحابي؟ احتمال يكون معاذ بن جبل. لا، معاذ ما كان مصارع. عفوا. طيب أنا جاي أتحداك. يلا. بيعيش. تلعب أنت رياضة مصارعة شيء؟ ماشي. انا جاي من مصارع، واحد مصارع اخذي انت مصارع. لا لا، انت انا ما العبش الصد. لو طلبت منك انه تلعب مصارع ايش تاخذ؟ 100,000. ايش هوايتي؟ تاخذ 100,000. ايش هوايتي اصلا اللي ملعب؟ كروه معروفه، الراكب ب 1500، 9 ركاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير. صباح الرضا والعافيه. ايش رايك في المصارعه؟ المصارعه تمام، مليح. تصارع انت؟ لا لا، مش مصارع، بس اتابع المصارعه. طيب لو جبت لك مصارعين وطلبت منك تصارع، ممكن تصارع؟ لا، ما عندي خبرة بس المصارعة. فيها 100,000. فيها 100,000 بس ما عندي خبرة. أني أكذب عليك؟ أيوه. لا، وما عندي خبرة غلط، صح ولا لا؟ صحيح. أي خدمة ثانية؟ شكرا. يلا في أمان الله. شكرا لكم. يلا. تلعب رياضة؟ لعبتها وعادني صغير. عليكم. إيش الرياضة اللي حبيتها أنت؟ كرة القدم. والمصارعة؟ المصارعة ما احبهاش. لو دخلت ايام هوغن. ايام هوغن بس. لا بس هذيك مصارعة تمثيل تجارية. مصارعة تجارية. طيب لو دخلتك حلبة ولبستك ملابس رياضية طلبت منك تصارع ثلاثة من ابطال الجمهورية؟ من ابطال الجمهورية ما يعني اودي نفسي للتهلكة. ليش تهلكة؟ رياضة. لكن ما ايش قد زانت علينا. ايش مدرب؟ عادك صغير، كم عمرك؟ عمري 28. طيب لسه صغير. لا ما فيش خبرة. ابن المهرة يعني تغلب الشجاعة. يعني ولو فيها 100,000؟ ولو فيها 100,000. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصارع شكلك. ايوه. تلعب مصارعة؟ ولا كمال اجسام؟ كمال اجسام مصارعة لأن اتحاد واحد. اتحاد واحد؟ اتحاد واحد. حلو. طيب لو تحديتك انه اليوم تيجي تلعب معانا مصارعة. والله احنا مستعدين. ما عندي مشكلة. ما عندي مشكلة. اسمك؟ محمد القهالي. طيب يا محمد. التحدي كالآتي. أعطيك نصف ساعة تقنع 9 أشخاص في هذه المنطقة شوف أيوه. اللي حواليك وأنت العاشر أيوه. أنتم العشرة حتواجهوا 10 من الأبطال الجمهورية في المصارعة معك نصف ساعة معك نصف ساعة تقنع 9 أشخاص وأنت العاشر تمام خلاص تمام حاول تمام إن شاء الله اي بس اعمل حسابك اولا انه ما تاخذ شخص اقل من 30 سنة الشيء الثاني الجائزة 100,000 هي لك انت يعني اللي حيساعدوك هم متطوعين معك والله يعني امامك نصف ساعة تجيب 9 اشخاص وبعدها نروح الحلبة نشوف المصارع ساعة لحظة أول قل لي موافق ولا لا أنا والله موافق وإن شاء الله أنه توفق مع الشباب صورة الرياضي بيروها هو عشانه رياضي خلاص إن شاء الله ونفسر الشباب باقين ونقنع إن شاء الله 9 أشخاص طيب مشاهدي الكرام اسمك محمد القهالي محمد القهالي هنا من صنعاء القديمة هو المتحدي في هذه الحلقة من أتحداك في نص ساعة محمد وافق خلال نصف ساعة الآن يحاول البحث عن 9 أشخاص يقنعهم انه يلعبوا معاه رياضة المصارعة ايش رايك لو اوريك صورة اللاعبين اللي حتلعب معاهم هذا علي خصروف تأهل الى اولمبياد لندن في رياضة الجودو بقية الشباب ايضا كلهم من ابطال رياضة الجودو هذول اللي حتواجههم وسط الحلبة وهذه اللي حتوري الصورة لكل واحد أنت تحاول تقنعه لازم توريها الصورة حتى يعرف هو حيلعب مع من وحيواجه من ما نشيش أحد يتفاجئ في الحلبة تمام موافق على طول تمام تمام نصف ساعة نصف ساعة إن شاء الله طيب محمد القهالي خلال نصف ساعة سيحاول إقناع 9 أشخاص يلعبوا معانا اليوم المصارعة اليابانية سومو وحنشوف إذا كان قادر إنه يقنع الناس خلال نصف ساعة ولا لا مشاهدي الكرام مع محمد القهالي الآن في هذه الجزئية المهمة من أتحداك في نص ساعة محمد وافق على التحدي وسيحاول إقناع 9 أشخاص وهو العاشر من أجل تحدي 5 من أبطال الجمهورية في رياضة الجودو حنشوف إذا كان محمد قادر على مواجهة هذا التحدي ولا لا إذا ربحت حتاخذ كم؟ عادي 100,000 ريال إن شاء الله ونخسر؟ ونخسر 100,000 ولا ريال خسرت قدولة بشو خرجة تلتبج وتروح إن شاء الله طيب محمد من أول ما أبدأ أعطيك الإشارة معك نصف ساعة تمام وقتك يبدأ من الآن توكل على الله أنا الشيء تساعدني وهي تطلعي معي 5 ضروري ان انا احتاج 10 أو 9 لاعبين وانا عاشرهم يشاركوا معي هذا عندك قبل معي انك تشارك خلاص انتظرني هذا معي 5 أشخاص وهذا لا افضل جمهورية فانا معي مشاركة تشاركني تطوعيا تلعب مع هذا لو 5 اوه اوكي تمام خلاص منتظرني انا في لعبة المصارعة في لعبة الجودو فانا احتاج 9 أشخاص يشاركوني العب مع هذا تشاركني معهم وهي جائزة وتكون معي تطوعيا شاركك
خلاص انتظر انا. هذا لا اشخاص، 5 أشخاص من افضل الجمهوريه، ونحتاج مساعدتي لاجل اخذ جائزه. تلعب مع هذا؟ لا انت ما تبي تشاركني؟ كيف العب؟ مصارعه. يعني مصارعه؟ اه اذا احنا وين المصارعه. خلاص شكرا. نعم امين. هذا لا 5 أشخاص من افضل الجمهوريه موجودين في اليمن، فهذا لا مشيك تساعدنا تلعب معهم مصارعه. صار انا صارع معهم. تشاركني؟ كيف اصارع معهم؟ صارحهم. صارع واحد من هذا لا. صارع واحد منهم. ما احنا شغالين. شكرا. نعم اكرم، لقيناك قبل شوي سالناك ما جاوبت، الان انت وافقت تساعد الاخ محمد كوريا ان شاء الله. كيف وافقت تصارع على هذول اللاعبين؟ وانا اللي عرفته منك انك تعرفهم كلهم. انا قد لعبت مع، كنت لاعب معهم، بعدين تعورت في تحت الركبه، والان وافقت انك ترجع الحلبة. الان برجع ان شاء الله الحمد لله. ما تخاف؟ لا، الخوف من الله وحد، احنا ما نخاف من اي احد. ما شاء الله. العب على الله. حد يكره الرياضه؟ انا. ليش؟ لا مش مستمرش فيها. مش مستمر. ليش رفضت؟ يعني كلهم شباب صغار في السن وانت هذا لا، هذا لاعبين، لكن انا مش لاعب. وعادي يعني، ايش اللي حيصير؟ والله ما اقول لك الاخر، مش مدمرش انا في الرياضه، لكن هذا لا مدمرش بحاجه لا يخوف. ايوه. والشي 10 أشخاص انا عاشرهم. والعشره هذا نقابل هذا الـ6، هذا من افضل الجمهوريه في لعبه الجودو، واحنا الـ10 الذين نلعب المصارع هذا الـ6. شاركنا يا عم. ايش شاركنا؟ شاركنا الصراع. مصارع. مصارع هذا لي. هذه في الصوره. صاروا يلا احنا نجي نشجعهم. شكرا على التشجيع. خايف من المصارعه؟ لا مش خايف. طيب وليش رفض؟ بس انا جاي اشجع. حجي يشجع؟ اجي اشجع. اكثر من تشجيع له؟ لانه مش مهرتي ولا هي عملي ولا اعرف المصارعه. هي مش مهره، هي رياضه. ايوه رياضه انا معك، بس ما داعي. مصارعه ما عاد تحتاج لها، لا يعني ها شيل واطرح. مضراب انا داري. ايوه. يعني ما هي مشكله. واحد يضرب واحد هذا يفوز واحد. ليش رفضت؟ ليش رفضت؟ ما رفضتهاش. بس اجي اشجع، انا اجي اشجعهم معاهم 6 وهذولك 10، نجي نشجع ومنعان الله. ايوه ماما. وان احنا مصارع هذا لي. تشاركنا؟ خلاص انا موافق. موافق؟ موافق. انتظر انا. نحن نصارح هذا الـ6. والله ما اعرف. شكرا يا عم. موافق يا عم؟ ماشي. انا كيف شاب زك وانت انسان مش اكبر، انت مستعد انك تواجه واحد منهم؟ ايه مستعد. استعدادك؟ بلاش بلاش تطوعا ولا غيري. خلاص انتظر في باب اليمن. طيب محمد، الان انت جمعت 9 لاعبين، لاحظ انه التحدي لن يكتمل الا اذا لعبوا مصارعه معك، يعني اي واحد منهم يوصل الصاله يفتجع يشوف الضربه السدح يقول ها لا بس ان شاء الله ما بلاي بلاي حتخسر. البيض وبرك. احد منكم ناوي؟ كلنا معنا ان شاء الله. برافو، يعطيكم العافيه، نشوفكم في الصاله. مشاهدينا الكرام، احنا الان موجودين في صالة الاتحاد العام للجودو، بجانبها صالة الاتحاد العام للمصارعة. سبحان الله ما جرى اليوم كان بمحض الصدفة، لم يتم ترتيب اي شيء، لكن
صدفة وقدرا التقينا بالأخ محمد القهالي، هو من أبطال الجمهورية في المصارعة، وشاءت الأقدار أن يكون هو منافس أبطال الجمهورية في الجودو. خلونا نشوف بعد ما اختار محمد القهالي، أنت متأكد من اختياراتك؟ إن شاء الله يعني ما يخيب. أنا سمعت أن بعضهم لاعبين جودو، يعني فيهم اثنين ثلاثة. طيب الآن مشاهدي الكرام راح نترك المجال، مش في مستوى ماذا عبد الله، لكن هذا من الناشئين إن شاء الله فيهم خير. إن شاء الله فيهم خير. طيب نترك المجال مشاهدي الكرام للكابتن كمال، مدرب أحد المدربين الوطنيين وأحد الحكام الدوليين، يستلم هو الدفة من هنا ويدير اللقاءات والنزالات القادمة بين فريق المتحدين وفريق أبطال الجودو. تفضل الكابتن. البس الجاكيت. بيلعب الرقم الواحد، بيلعب الفريق الأول مع لاعبين المنتخب الوطني مع اللاعب رقم خمسة. من اللاعب رقم خمسة من لاعبين المنتخب الوطني؟ يتفضل هنا الأول. هذه قاضية ثانية كمان. اللاعب رقم ثلاثة. تفضل الكرة. هاي زميلك. شوي. كيف كانت مباراتك؟ والله تمام. الذي لاعبته هو لاعب جودو صاحبي. أها. يعني سر معاهم هذا مع الناشئين. وعدوا لاعب ناشئ يعني. كيف كان مستواه؟ مستوى لا بأس يعني تمام. حلو. تتوقع اليوم من حيربح، المتحدي والشباب اللي معاه ولا فريق ابطال الجودو؟ فريق ابطال الجودو طبعا، لاني لعبتهم يعني هذا حاجه بديهيه، ندرب يوميا ونتعب يعني. صار مدي كلمني عن رياضة الجودو، ماذا تعني أصلها، مصدر القوة فيها؟ طبعا هي مصارعة اليابانية الجودو، وهي معناها بالياباني الطريق اللين، الطريق اللين، وهي رياضة يابانية تأسست على يد البروفيسور جوكارو كانو في بعد السنين تقريبا 300 سنة، وهي لعبة يعني اشتقت من لعبة الجوجيتسو اللي كان نهايتها يقتل أحد المتسابقين، فطورها إلى أن أصبحت رياضة تنافسية بشكل أفضل يعني إلى ما هي عليها اليوم. نتكلم على إنجازات اليمن أولا قبل إنجازاتك أنت، إنجازات اليمن في هذه الرياضة. طبعا في هناك أبطال كثير، زملائي في المنتخب، أبطال غرب آسيا وحققوا ميدالية في آسيا وفي الوطن العربي، هناك أكثر من بطل في المنتخب، بس يحتاجوا إلى الدعم والرعاية نوعا ما. بس ما هي أهم مشاكلكم؟ مش أهم مشاكل الجودو، أهم مشاكل الرياضة اللي منها بشكل عام، يعني القيادة الرياضية غير واعية، يعني ليس عقلية رياضية في كثير من الاتحادات، وطبعا المشاكل هو توفير الصالات، توفير أدوات التدريب، توفير المدربين، توفير المعسكرات الخارجية، توفير يعني الدعم المادي للرياضيين، توفير المواصلات، أقل الأشياء يعني المواصلات، التغذية يعني. برغم هذا كله علي خصروف وصل إلى لندن، كلمنا عن هذا الإنجاز. طبعا الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى والاجتهاد من الاتحاد، وتأهل إلى لندن طبعا هو ليس الهدف التأهل بحد ذاته، وإنما المشاركة والمنافسة، وإن شاء الله تحقي إنجاز اليمن. Okay.
منكم مفجر انا العادل. ما فيش ما اقترحت كمان. ما فيش والله انك صفقوله. اكرم الحمد لله على السلامه. الله يسلم. كيف كانت المباراه؟ قويه جدا بس وزن الخصم كبير جدا. وزن فوق المية. يعني انا وزني 70 كيلو ووزن فوق المية فما قدرت اسيطر عليه. في مرحلة من المراحل انقطع نفسك كنت ناوي تنسحب؟ لا يعني شفت نفسي خلاص يعني عندي فترة من الرياض جدا والحمد لله يعني قدرت اكمل. شجعوك الشباب حمسوني شوي لكن الحمد لله ما قدرتش يفوز عليه بنقطة كاملة. يعني فاز عليه بوزاري لكن ما قدرتش يفوز عليه بنقطة كاملة رغم حجمه الكبير. لكن الحمد لله قدمت. برافو. حاسس اني قدمت مباراة حلوة الحمد لله. للورا للورا تكاي متاي تكي. كمال الدروبي لاعب المنتخب الوطني سابقا ومدرب منتخب الأشبال، أنتم في الجودو لكم مطالب لكم شكاوي، ما هي مطالبكم ما هي شكاوي؟ ليس في الجودو فقط إنما في جميع الرياضات اليمنية. الرياضات اليمنية قدمت آخر إنجاز اللاعب المنتخب علي خسروف المخضرم الذي تأهل إلى الأولمبياد بجدارة وليس ببطاقة إيش؟ البطاقة الكرت البيضاء. علي خسروف في اليمن آلاف من اللاعبين الذين يتمنوا يوصلوا إلى مستوى علي خسروف ولديهم الإمكانيات البدنية الذي يعيش تأهلهم للوصول إلى هذا الشيء. نفتقر إلى أبسط الإمكانيات وهي أقل حاجة المنشآت الرياضية. لا توجد لدينا أي منشآت رياضية مجهزة بأقل الإمكانيات. نفتقر إلى تأمين صحي شامل للاعب المنتخب الوطني. ليس ما بنقولش احنا تأمين صحي مدى الحياة انما تأمين صحي في الفترة التي هو بيعطي عطاء للمنتخب الوطني. ولاعب المنتخب الوطني هو عبارة عن سفير لليمن في جميع دول العالم. كذلك بنقول اقل الامكانيات المادية انه بيكون في راتب شهري معتمد رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة. اذا كانت وزارة الشباب والرياضة مع صندوق النشء بالملايين او المليارات اللي بتدخل في صندوق النشء غير قادرة على تأمين منشآت الرياضية بأقل الإمكانيات ومعاشات للاعبين المنتخبات الوطنية وتأمين صحي شامل مؤقت في فترة ممارسة اللاعب للرياضي يسكروا وزارة الشباب والرياضة هذه ويشوفوا لنا حل ثاني. يعني يلا هاي يلا سلي يلا سلي. الله ما يزيد. جاي حتى الأوجه. هلا اسمع هلا. هلا سلي. يلا سلي. هلا ما قلت له. وعدت. هلا سلم حلوة. سلم ايه خالك لا تستجر. سلم اخر واحد انا. يا سلم حلوة علي خسروف حلوة. فتحي انت حطيت يدك على راسك ليش؟ كان الضلع مارد. مارد المصباح مارد الجودو. كيف كانت مباراتك؟ عجزة. بعد ما شاء الله صمت يعني. لا تقدر تزوعه ولا تقدر. الخصم ثقيل حقه خصمه.
يعني توقعت انك ترفع وتفوز عليه؟ يعني ما توقعت، لان الخصم كبير وما شاء الله بدا جمهوري. ايام ما بلعب سكوالي. ما بش لا تغاوش. حكام ايه ايه كيف الامور؟ جاهز؟ والله انا جاهز ان شاء الله عشان نبلغ. اخر مباراه خسائر كلها، انت الوحيد الان اللي باقي ان شاء الله. كيف تتوقع؟ ان شاء الله نقدم مستوى اللي تشاهدوه. بطل جمهوريه في المصارعه امام بطل جمهوريه في الجودو، لمن ستكون الغلبه؟ والله يا عم الملعب يحكم. الملعب يحكم. حنشوف مشاهدينا الاعزاء اخر مباراه في حلقه اليوم قبل ما نوصل للحظه تتويج المتحدي. الان المباراة الأخيرة بين الفريقين تكون بين اللاعبين، لاعب المنتخب الوطني للجودو ولاعب المنتخب الوطني للمصارعة. جميلات شوي. انتهت المباراة بالتعادل بين لاعبي المنتخب الوطني، لاعب المنتخب للمصارعة ولاعب المنتخب الوطني للجودو. محمد الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف كانت المباراة؟ والله ما شاء الله قوية جدا، لأنه احنا وزنين متكافئين. اشوف متكافئين، لكن احنا بنلعب بقانون الجودو مش بقانون. ما لعبتش انت لأن احنا بمصارعة نبيت. وقال نجودو احنا بنلعب بدله. وين شايف الرياضه الاحلى من وجهه نظرك، مصارعه ولا جودو؟ مصارعه. في وجهه نظر مصارعه. والجودو بس والجودو حلو من الالعاب المميزه والالعاب اللي تحقق في اليمن. مشاهدي الكرام، صباح هذا اليوم الجميل في صنعاء القديم التقينا بمحمد الكهالي. تحديناه انه يقنع 9 اشخاص وهو العاشر من اجل ان يلعبوا تحدي قوي جدا امام 5 من ابرز لاعبي المنتخب الوطني للجودو. محمد كان قد التحدي، وافق. كيف كان؟ كيف احسست؟ والله يعني حصلنا منتخب قوي. على وكيف الشباب اللي اخترتهم على قد المسؤوليه؟ يعني طلعوا رجال لعبوا وقدموا مستويات، بس خسر. ما انه خبرتهم قليله، ما في شيء زي ما خبره لاعبين المنتخب الوطني للجودو. اللهم ان شاء الله هذا يقعوا افضل في المستقبل ان شاء الله. مشاهدي الكرام، انا تحديت محمد ومحمد كان قد التحدي. خالد، محمد انا تحديتك، انت فعلا كنت قد التحدي وانت ربحت التحدي معنا. الف مبروك.